العالم الافتراضي اللي بنقضي فيه أكثر أوقاتنا على الإنترنت هو مانو افتراضي بشكل تام. في كتير أشخاص سيئين هون بيبتزونا وبيسرقوا حياتنا وصورنا الشخصية لحتى يستعملوها لأهداف شخصية أو مادية أو حتى أحياناً بتكون سياسية. لحتى نعرف كيف القانون بيحمينا وبيحمي حياتنا الشخصية، معنا الأستاذ سامر رمضان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بدك تحكي لنا اليوم عن الجرائم الإلكترونية وكيف القانون بيحمينا وبيحمي حياتنا. أكيد. أول شيء يسعد مساكم. يسعد مساكم. الله يسلمك. هلا هو ما في تعريف للجريمة الإلكترونية، هي أي جريمة أو أي فعل يتم عن طريق الشبكة أو حتى الهواتف الخلوية، هي كلها نفس الشيء. هلا فيه هي جريمة إلكترونية وقعت سوريا عليها اتفاقية بال 2010. في عام 2012 صدر القانون 17 هو بيعاقب على الجريمة الإلكترونية. هو كتير الموضوع حلو وأنتوا يعني لازم نوضح للناس شو هي الجريمة الإلكترونية. في كتير ناس بتفكر أي شيء هو الجريمة الإلكترونية، هو لا. الجريمة الإلكترونية هي أي شيء فعل معاقب عليه ببلش بالشبكة وبيخلص بالشبكة، يعني بيكون كله عن طريق الإنترنت فقط، ما طلع برات الإنترنت. يعني مجرد تعارف شخصين على الانترنت بعدين التقوا برا صار في اي جريمه تانية فما دخلهم، هاي مو جريمه الكترونيه لو تمت اول شيء عن طريق الشبكه. تمام. هلا القانون رقم 17 صدر فيه تقريبا 30 ماده واكثر شوي. هلا في نص المواد يعني ما بيهم الجمهور، هلا هذول بيحكوا عن المخدم ومسؤوليه مخدم الشبكه كيف حفظه للبيانات وكذا. المواد الاخيره هي اللي بتحكي عن العلاقات الشخصيه بين المواطنين، بين الأشخاص، بين مستعملين الشبكة. هون الاستعمال الشبكة بده يكون على، بده يكون الشخص بده يستعمل الشبكة على يعني على سوية معينة من المسؤولية، من الدراية، من العلم. إضافة لأنه في شيء مثل ما تفضلت كمان إنه في شيء عم يكون لأهداف سياسية، لأطماع تانية، في كثير قصص عم تصير. طبعاً هلا بدي بلش معكم من أصغر شيء، يعني أبسط شيء هو بيكون إنه جريمة مثلاً، يعني هو محاولة أي شخص لحتى أخذ معلومات من شخص تاني تخصه، مثلاً معلومات مثل تلاقي شركة عاملة إعلان إنه نحن بدنا موظفين فبعت لنا السي في، صورة هويتك، صورة باسبورة، هن ما بيكون في عندهم شركة بالأساس. أيوة. مجرد أخذهم لهالبيانات هاي فهذا شيء معاقب عليه حتى لو ما تم استعمالها، لكونه هاي البيانات ممكن تستخدم لشيء تاني. مجرد أخذ هالبيانات بدون وجه حق فهذا شيء كمان معاقب عليه. وفي جرائم كتير ما بحب نحكي عنها، شو الجرائم اللي انتوا حابين تحكوا فيها؟ حكينا على الاتفاقية وحكينا على القانون، هل تم تطويرهم لاحقا؟ تماما، تم تطويرهم كتير وصار في عنا بال 2018 أول شيء، لا بال 2012 بعد ما صدر القانون صدر قرار من السيد وزير الداخلية أنشأ بموجب ضابطة عدلية اللي هي فرع مختص بالجرائم الإلكترونية. تم تدريب الضباط وتم تدريب العناصر اللي فيه وتم رفضه بمهندسين مختصين بالإلكترونيات، مختصين بالشبكة، مختصين بالبرامج المعلوماتية بشكل كامل. حتى ممكن إنه حتى المعلومات المحذوفة بترجع، حتى إذا بروفايل نعمل له دي أكتيف أو شيء كمان بيرجع. تمام، كله بترجع معلومات. تمام، تجسس على الشركات ومعلومات الشركات. تمام، هذا اسمه هلا ها كمان معاقب عليه، اللي هو صناعة أو استعمال برامج الاختراق اللي هي الهاكرز أو الهايكينج بيقولها، هي اسمها بالقانون برامج الاختراق. هلا حتى القانون نص على عقوبة قوية للي بيصنع هاي البرامج من 3 سنين ل5 سنين حبس. شو أنواع الجرائم اللي بتندرج تحت الجرائم الإلكترونية الشخصية؟ فيك تخبرنا عنهم، مثل ابتزاز الأشخاص بشكل مباشر؟ صح طبعاً، أكثر شيء بيندرج تحت الشيء الشخصي اللي بنتعرض عليه الشخص مستخدم الانترنت هو جريمة انتهاك الحياة الخاصة، يلي هي ممكن أي شخص ينشر لي صور، ينشر لي معلومات، ينشر لي أي شيء. القانون عاقب عليه حتى لو كانت هي المعلومات صحيحة، يعني حتى في لدرجة أنه أكثرية الناس بيعرفوا هو السكرين شوت اللي مملوء للشاشة، المحادثات، حتى نشر هاي المحادثات معاقبة عليه. هاي بيتعاقب عليها. تمام. يعني أيام بتلاقي شاب ممكن يهدد صبية بصوره، ممكن يهددها، يعني كتير عم نسمع هيك قصص إنه بيهددها وكذا، فيهم يروحوا يشتكوا دغري على هدول المواضيع. تمام، أكيد. هلا هون في نقطة تانية، هون لما عم يهدد هو بصور هون انتقلنا لجرم تاني غير الجرم الإلكتروني. هلا هو أخذ الصور تم بالجرم الإلكتروني، بس فيما بعد لما صار في تهديد تاني وصار في تهديد بالتليفونات ممكن يكون شافه بالطريق وكذا، هون صار عنا شيء أكثر من إلكتروني وبتعاقب عليه قانون العقوبات العام على قانون. بتعاقب على بتعاقب كجرم إلكتروني وكجرم العادي اللي هو الابتزاز أو التهويل أو
بقانون العقوبات. أما قانون الجريمة الإلكترونية هو مجرد أخذ هاي المعلومات وهذا معقب عليها. خلينا نحكي شيء عملي، البنت ابتزة الشاب، هون شو بتعمل هي؟ هلأ أول شيء كونه هذا الجرم لحتى نقدر ممكن نصل لهذا الشاب، في حال كانت بتعرفه فأنا برأيي ما في داعي بقى نحكي بالجريمة الإلكترونية، بصير في ادعاء مباشر لقبول، بس عم نفرض إذا هي ما بتعرفه مجرد علاقة على الشبكة، بتقدم معروض للنيابة العامة يتم بتحويله فورا لفرع مكافحة الجريمة الإلكترونية. فرع مكافحة الجريمة خلال مدة كتير بسيطة عم تكون، يعني خلال 24 ساعة عم يكون محدد شو الاي بي تبع الجهاز اللي طالع منه هاي المعلومات، حتى لو كان بروفايل وهمي عم ينبعث له منه رسائل، حتى لو بروفايل ما بيتحدد المكان اللي تم رصد الإشارة منه أو اللي طلع منه الرسائل. التقنيات تماماً. فيها التقنيات وصل لدرجة هو المشكلة اللي عم تواجههم، بس هلا حاليا غالبية هاي القصص عم تكون من خارج البلد، عم يطلع الاي بي من ألمانيا مثلا أو من كذا، فيعني بتصير الملاحظة صعبة شوي. الإرهاب على فكرة كتير عم بيتم عن طريق الشبكات الإلكترونية، أو مثلا الشاب مو من بيته عم يبعت، عم يروح على إنترنت كافيه، إنترنت كافيه تماما، بس هلا هو عم يبعت تجو الاي بي بتلاقوا إنترنت كافيه، اللي هو صار في رقابة بس عليهم الإنترنت كافيه كمان على مستخدمين الأجهزة يلزمون بكاميرات معينة بأخذ مفصل هوياتهم. طب إذا القصة يعني هي كبيرة جدا وممكن لازم يصير في ملاحقة للشخص، أكيد بصير في تعاون دولي على هذا الموضوع؟ هلا إذا كان القصة كثير طبعا، هلا كونه في اتفاقية دولية هذا الشيء عم يساوي في التعاون، بس ولكن تعرف يعني التعاون ما ممكن على أي قصة بسيطة، مثلا شخص سب حدا على الشبكة ممكن يصير في تعاون دولي مشانه، بس كقصص خطيرة كقصص إرهاب كقصص بتخص الأزمة الحالية اللي مارقين فيها طبعا ممكن يصير في تعاون دولي في الموضوع. طب هي عن الجرائم الإلكترونية الشخصية، للشركات في جرائم إلكترونية بتندرج تحتها؟ طبعا طبعا، هلا بالنسبة للشركات عندك حتى وسائل الدفع الإلكترونية مثل الفيزا كارد أو حتى الـ ATM كمان هي تندرج تحت تتعاقب عليها بقانون الجرائم الإلكترونية، لأنه هي ممكن تحط كريدت كارد ويسحبوا المصاري، أو طبعا في يمكن صفحات وهمية بيقولوا بعثوا لنا المصاري عن طريقات شركات التحويل وما يتوصلوا. طب تخبرنا شوي عن موضوع الإرهاب، كنا عم نحكي عنه اليوم، في كتير حملات بالعالم لمنع أنه تهويل الشباب وجذبهم للإرهاب، لأنه أغلبهم عم يتعاونوا عن طريق الإنترنت. تمام. هلأ هو أول شيء قانون الجرائم الإلكترونية فيه كتير شغلة هامة، هي ما بيلحظها غير القانونيين، إن هو يعتبر أي شيء بينتشر على الشبكة فهو يتحقق في عنصر العلانية. في كتير مواد بالقانون العقوبات بيكون الفعل مو معاقب عليه، ولكن إذا صار بشكل علني بيصير معاقب عليه. فقانون التواصل على الشبكة نص على أنه أي تعامل أي شيء بينتشر بالشبكة فهذا يتحقق في عنصر العلاني، فهو مباح أو موجه للمجتمع بشكل عام. فنحن بالقانون العقوبات العام في عندنا المادة 286-287 تحكي مثلا أنه أثناء الحرب أي شخص يذيع أخبار كاذبة من شأنها أن تمس هيبة الدولة أو أن تهين النفسية الأمة فيعاقب على الأشغال الشاقة، الأشغال الشاقة يعني عم نحكي من 2 إلى 15 سنة. ففي عندنا مادة ثانية بتحكي أنه خلاف زمان الحرب أي حدا بينشر أخبار في كمان تهين يعني بتخفف من عزيمة الأمة أو فهذا حماية الدولة تماماً، اي هي بتكون عقوبة جنحوية كون غير زمان الحرب. في اخبار كمان في نص مادة خصوصي خاص بقصة مثلا بيشير اخبار كاذبة على الدولار او على النقد الدولي، هاي الاشاعات المحلية كمان هي معاقبة عليها بجرم جنحوي. هدول العقوبات كلهم ما بيتطبقوا اذا كان في محطوط يعني اذا تموا بشكل علني، فنحن عم نحكي لما يتم عن طريق الشبكة بيكون عن طريق علني سواء كان داخل قطر ولا خارج قطر. اي اخبار تعمل بلبلة بالمجتمع، أخبار كاذبة حتى لو كان صاحبها ما بيعرف إنها كاذبة، هون بيكون العقوبة نشر مخففة الإشاعات نشر يعني. الإشاعات هلأ إذا ما كان بيعرف كاذبة ممكن يكون العقوبة مخففة، بس أما إذا بيعرف إنه كاذبة فعقوبتها بتوصل لل 15 سنة. تمام. ناخد أمثلة أكثر عن العقوبات بالنسبة للعقوبات الشخصية أو عقوبات الشركات، مثل اللي بياخد معلومات أي شخص على الإنترنت لأنه يمكن استخدامها بغايات غير مشروعة أو بغايات إجرامية فتكون عقوبتها من شهر لست شهور. انتهاك الحياة الخاصة اللي حكيت فيها اللي هي مثلا تصوير المحادثات، أخذ الصور الشخصية، نشر أخبار عن الشخص حتى لو كانت هي الأخبار صحيحة كمان من شهر لست شهور. في مثلا في جرم ثالث كمان ما حكينا فيه كتير عامل، هو الاحتيال عن طريق الشبكة،
اليوم في كتير شركات بتنشر انه في نحن عندنا مواد بدنا نبيعها، بتنشر في عندنا ارباح، بتنشر انه كذا، فبعت لنا عن طريق الشركات الحوالات حولنا مبالغ او الفيزا كارد اللي هو، فعم يصير فيها تحويل وعم ياخذوا المبالغ، فهذا اسمه احتيال طمع عن طريق الشبكه. هون عم تكون عقوبته من 3 سنين ل5 سنين. هاي العقوبه قويه طبعا، وبتتشدد العقوبه في حال اذا كان الاحتيال تم على اكثر من 3 اشخاص، هون تتشدد بتصير عقوبه جنائيه، يعني بتوصل لل10 سنوات. عم بايام عم بيطالبوا كرمال معالجات او للشهداء وعم بيروحوا لغير اشخاص تماما. في بروفايلات وهميه عم بينعملوا، انا شفتهم وحكوا فيها بفتره هذيك السنه انه عم يطالبوا بمصاري ليجمعوها للشهداء، وبالاخر طلعت هي عصابه. تماما، عم تكون عقوبتها كبيره، واذا كان المتعرضين للاحتيال اكثر من 3 اشخاص او كان المبلغ اكثر من 1,000,000 ليرة او كان المتعرض له شركه او مؤسسه نقد او مصرف، فعم تكون عقوبتها توصل لل7 سنوات، عم تكون عقوبه جنائيه. طيب استاذ سامر، شو بتنصحنا كلياتنا لحتى نحمي حالنا اكثر؟ هلا يعني بنصح، هو بس النصيحه الطبيعيه، يعني ما في داعي اي شخص يعرف حياتك الخاصه بكل تفاصيلها، بصورك اليوميه بشكل يومي، بمعلومات بيتك، بمعلومات ما في داعي، بس بنصح ما في حدا معرض ما يتعرض لهالشيء، ما في حدا طبعاً. ما معرض، فانا بنصح اللي بيتعرض لهالشيء دغري فورا على المحكمه، ما بتاكل وقت، يعني 5 دقائق معروض، اول معروض دغري على فرع الجرائم الالكترونيه، خلال 24 ساعه بيكون معروف كل شيء. حتى انا في شغله كمان لنسيت اذكرها، انه بعد ما تشكل الفرع جريمه المعلوماتيه، كمان وزاره العدل صدر قانون 9 بال2018 شكل محاكم خاصه للجرائم الالكترونيه، من نيابات لقضاه التحقيق لمحاكم بدايه جزاء لمحاكم استئناف، هذول خاصين بالجرائم الالكترونيه. وهل نحن حتى تم تدريب الساده القضاه، تم تدريب كله، نحن بحاجه لنوكل محامي ولا فينا نسجل دغري؟ في حاجة طبعا، بس إذا حدا مو حابب كمان ما في مشكلة، يعني القانون ما أوجب يكون في محامي بهي بطبيعة هي الدعاوى الإلكترونية، مجرد طالما التحقيقات ثبتت طبعا المحامي، أنا بنصح أي شخص يوكل المحامي، لأنه حيكون جوا، لأنه الطرف الثاني ممكن يستخدم ألاعي، فيعني مشان ما يكون هو يروح حقه باستخدام الطرف الثاني هي الثغرات، خليه يكون هو كمان يحط محامي، يعني يوكل محامي أكيد حيعرف يواجهه بالمحكمة، صح حيكون أفضل. كل الشكر لك استاذ سامر، هلا صار فيهم كل الاشخاص يعرفوا انه القانون واقف وراهم، خاصه البنات. شكرا لك لوجودك معنا. الله يسلمك، شكرا كثير لكم كمان على الاستضافه.